مراحل متقدمة وصلت إليها الشركة المنفذة لمطار الأنبار الدولي، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 60% بالسياج الأمني والذي بلغ طوله 17 كيلومترا، إضافة إلى الانتهاء من التصاميم الخاصة بإنشاء باقي منشآت المطار. والحكومة المحلية تتوعد في حال إعطاء كافة التخصيصات من الحكومة الاتحادية سيتم الانتهاء من إكمال المطار خلال 3 أعوام. حيث المطار حوالي 17 كيلو، سياج كونكريتي مع أسلاك شائكة مع أبراج مراقبة، وكذلك طريق حولي مع محاذي للسياج، هذا كله ضمن المرحلة اللي أحيلت كتصاميم في مراحلها النهائية. نسبة الإنجاز تجاوزت 80%. كأعمال للسياج الأمني نسبة الإنجاز بحدود 60%. مؤمل أن ينجز مشروع السياج الأمني خلال 6 أشهر القادمة إن شاء الله. كمطار لا زال ما بدأ العمل به حاليا، كلها في أعمال التهيئة، سياج أمني ومخططات وتصاميم. يعني نتوقع المطار إذا التخصيصات المالية مشت مثل ما احنا مخططين لها خلال 3 إلى 4 سنوات يحتاج حتى يكمل. المواطنون الأنباريون استبشروا خيرا بالمباشرة الفعلية في إنشاء مطار الأنبار الدولي لما له من أهمية اقتصادية للمحافظة، داعين إلى تسريع العمل والإسراع في إنجازه. فإحنا نطالب من الحكومة المحلية والحكومة المركزية أن ينشؤون هذا المشروع بأسرع وقت، يعني لأن هذا المشروع يعني مشروع حلو ومشروع حيوي للمحافظة. مطار الأنبار ضروري لمحافظة الأنبار وللعراق بالأخص، يعني مثل ما قلت محافظة الأنبار مجاورة ل3 دول، بالإضافة إلى أنه نشاط الاقتصادي بمحافظة الأنبار يتطور. أيام على الانتهاء من المرحلة الأولى لسياج مطار الأنبار ووضع أبراج المراقبة للأجهزة الأمنية الخاصة بحماية المطار والمباشرة بالمشاريع الأخرى كالأبنية والمقصورات لإكمال أهم مشروع استراتيجي من شأنه تحويل المحافظة إلى مركز نقل إقليمي ودولي. من الأنبار معاذ الدليمي، ون نيوز.